بيان ناري للرئيس السيسي على القضية الفلسطينية وأحلها، وأول تعليق من فلسطين على تحركات مصر لها، وعاجل بيان مصري هام يكشف مصير التطبيع بين مصر وتركيا، وبيان من الرئاسة الفلسطينية وحماس على تخصيص مصر نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، وتحرك مصري جديد للوقوف بجانب الفلسطينيين. ننشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بأول خبر معانا وأول تعليق من فلسطين على تحركات مصر لها. سفير فلسطين في مصر أعرب عن شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه هي مصر التي تحافظ على دماء الشعب الفلسطيني. وفي تصريح لقناة صدى البلد المصرية، قال دياب السفير الفلسطيني: إن العدوان كان الصهيوني ما زال مستمرا، والمجازر الدموية البشعة ما زالت مستمرة، وهناك عشرات الشهداء ومئات الجرحى. وأعرب عن شكره للرئيس السيسي على فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى، وأضاف أن أمريكا تفتح المجال الزمني لإسرائيل لاستكمال العدوان، فهي تطالب بوقف العدوان بشكل غير حاسم. وأشار إلى أنه مطلوب منها، أي يعني أمريكا، اتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان ولا تقول في أسرع وقت ممكن. ولفت إلى أن مخطط الكيان الصهيوني قديم جديد، مؤكدا أن الحرب الحالية هي الأخطر وغير مسبوقة، لأنها تستخدم أسلحة حديثة وخطيرة، ولكن الشعب الفلسطيني لن يتنازل ولن يتراجع أو يرفع الراية البيضاء. وتمنى أن تواصل مصر مساعيها مع الشقيقة الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وتوفير حماية عادلة للشعب الفلسطيني. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وإن شاء الله ربنا ينصر إخواتنا وأهلنا في فلسطين على الكيان المغتصب بإذن الله. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي على القضية الفلسطينية وحلها. تحدث الرئيس السيسي خلال تواجده في فرنسا عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة المشتعلة بين فلسطين والكيان الصهيوني. الرئيس السيسي قال في قمة ثلاثية بقصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وذلك مع كل من الرئيس ماكرون والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، إنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف الحالي واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل القضية الفلسطينية تكون نتيجته إقامة دولة فلسطينية طبعا وفقا للقرارات الشرعية الدولية، يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح وقال إن الرئيس السيسي أكد أهمية هذه القمة وتوقيتها، والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاثة لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة لنتائجه السلبية على السلم والأمن الإقليميين. طبعا يعني شكر مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقا مع التشاور والتنسيق المنتظم بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية. الرئيس السيسي شدد على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس، وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري. الرئيس أكد على استمرار مصر ببذل
كل الجهد من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية ومع الطرفين الفلسطيني والكيان الصهيوني، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالي واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية. الرئيس دعا لتكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث الكيان الصهيوني على التوقف عن التصعيد الحالي مع فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدة للفلسطينيين. تم التوافق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. مصر تقوم الآن يعني بكل ما عندها من قوة. يعني لما نلاقي تصريحات وزير الخارجية المصري الحادة تجاه الكيان الصهيوني، يعني وزير الخارجية المصري سامح شكري قاعد وساند ظهره على الرافال والأسلحة الحديثة، لما تلاقي ناس بتقول لك يعني احنا اشترينا سلاح ليه، لما تلاقي حدة البيانات اللي طالعة من مصر تجاه الكيان الصهيوني هتعرف احنا ليه اشترينا السلاح. الكلام واضح وصريح، مش محتاج يعني ان احنا نجمل الكلام، ولكن هذه الحقيقة الآن. مرة تانية وتالتة ورابعة ربنا ينصر أهالينا في فلسطين بإذن الله. انتقل لخبر آخر، وعاجل بيان مصري هام يكشف مصير التطبيع بين مصر وتركيا. وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر لكي لا يتناقض مع مصالح مصر خاصة في المجال الأمني. الوزير سامح شكري قال ردا على سؤال بشأن تقديره لمصير عملية المصالحة المصرية التركية متحدثا في مقابلة مع قناة تن، قال ان في بوادر ورغبة من تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات التي كانت مطروحة دائما في ان تكون هناك مراعاة هامة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة، أي يعني رعاية جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. ويعني هذا تفسير الكلام. الوزير سامح شكري قال إن بعد الكلام ده كان فيه بعديه مجموعة من التصريحات التي أدت إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة التركية في تحويل مسارها بعيدا عن بعض الممارسات التي كانت تتدخل فيها بالشؤون الداخلية المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية لمصر. شكري وضح وقال أن ذلك أدى إلى رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي فيما وصفناه بالمشاورات الاستكشافية. تابع وقال بالتأكيد بعد هذه الفترة الزمنية من تعثر العلاقات الثنائية أو العلاقات في الإطار الإقليمي، من الضروري أن يكون هناك حوار سياسي معمق نؤكد فيه مرة أخرى توقعاتنا لكيفية إدارة هذه الأزمات وتوضيح سياساتنا في كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نطمئن أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل. المصدر معانا كان من RT وبعض وسائل الإعلام المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل أنتم شايفين أن تركيا ستفي بالوعود التي قدمتها لمصر أم لا؟ طبعا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر. بقرأ تعليقات حضراتكم كلها، بحب دايما أن أنا أجيب مصادر أخباري من وكالات أنباء يعني عالمية مش محلية، ده لزيادة التأكيد ولزيادة الأمانة في نشر الخبر ونشر المصداقية. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان من الرئاسة الفلسطينية وحماس على تخصيص مصر $500 مليون لإعادة إعمار غزة. عبرت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس عن شكرهما لمصر لتخصيصها $500 مليون للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي تسبب فيه ضربات الكيان الصهيوني المتلاحقة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس
عن تقديره العالي وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مبادرته الهامة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار ما دمره عدوان الكيان الصهيوني على غزة. عباس قال إن الموقف ده بيعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه شكر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الرئيس المصري على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. أشار إلى أن قراره هذا يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان طلع بيان من الرئاسة المصرية ان الرئيس السيسي قرر تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار. هذا المبلغ يتخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة وعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني أنا شايف ان في بعض الإخوان او اخوان جميعا مش عاجبهم هذا الخبر، يعني يتضايقوا جدا لما يلاقوا اي خبر ايجابي عن مصر او هم شايفين ان مصر تدعم الكيان الصهيوني. هذا الامر خاطئ تماما، والا ما كانتش مصر قدمت مساعدات وارسلت عربيات اسعاف، يعني تقريبا 50 عربية اسعاف ومساعدات طبية، يعني تقريبا 60 طن مساعدات طبية. اعتقد ان هذا الامر واضح. لو تذكرنا تركيا قامت بإرسال مساعدات طبية أيام الوباء أو في بدايته للكيان الصهيوني. الكلام ده كان واضح وموثق وتم نشر صور المساعدات وعليها أعلام تركيا والكيان الصهيوني. الأمر واضح تماما، بس إحنا بنحب نجمل أو نحب إن إحنا نكون ضد مصر أو نحب إن إحنا نوقع مصر. بتكلم طبعا على جماعة الإخوان الإرهابية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وتحرك مصري جديد للوقوف بجانب الفلسطينيين. النائب المصري عمرو يونس أعلن أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطلق قافلة طبية إلى قطاع غزة استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر لدعم مبادرة السيسي حول إعادة إعمار غزة، يونس قال إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر دور القيادة السياسية باعتبارها خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، داعيا الجميع إلى دعم مبادرة رئيس الجمهورية. أضاف إن التنسيقية ستطلق قافلة طبية لقطاع غزة بمشاركة حزب مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري استجابة لمبادرة الرئيس. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة والمتواضعة من قناتكم مصر ميديا IEB وصفحتكم إسلام الأمير مصر ميديا IEB. أتمنى تكونوا استفدتم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.